أنا شوفت إن كان في منظم، لا بعدين أنا فهمت إن هما استخدموا القوات الأمن، هما استخدموا النفط ده عشان يتحركوا الخيم أو خيمات هناك. بس أنا شوف بعيني، وما حدش ممكن يقول حاجة تاني. إحنا زرنا جامعة في مدينة النصر كمان، وكان فيها يعني افتكر اكثر من 200 يعني جثة هناك. بس اوحش حاجه يعني انا شفت على الاقل 5 أو 6 جثث اللي اتحرقوا. يعني كان في زاويه في مدينه نصر وكان في اقباط، وانا عملت انترفيوهات كثير، وهما قالوا احنا هنا مش عشان احنا مع الاخوان، بس احنا هنا عشان احنا ضد الحكم العسكري. اول مره روحتي وبعد كده كيف كان يستقبلك المعتصمين هناك؟ يعني انا فاكره كان في ناس كتير برا، من برا القاهره يعني، من كل الاماكن في مصر هما كانوا. وكان في انواع يعني انواع، كان في طلاب، وكان في ناس يمكن أنا مش عارف الكلمة بوسطاء يعني، بس أيوة. كان عندهم وعي إن هما مش عايزين حكم العسكر، ده كان واضح قوي يعني. كيف رصدتي وضع الصحفيين أثناء تغطية المجزرة؟ أوكي، الصبح اللي أنا وصلت كمان أنا كنت عايزة أستمر شوية يعني شوية أكتر، بس هم منعوني. وكمان أنا خفت طبعاً يعني مش عايزة يعني أوصل في الحبسة وحاجة، عشان محطة الراديو قالت لا ما تروحيش أو مش لازم خالص أنت تروحي هناك. وأنا كان في ناس تيجي من الميدان من ربع أدوية، وأنا سألتهم كذا أسئلة، وعلى طول كان في واحد من المخابرات باللبس مدني يجي يعني. بس أنا سألت كذا أسئلة، أو أنا سألت ممكن نروح لمكان شوية بعيد من هنا يعني. أكيد هما ما كانوا عايزين إن أنا أدخل يعني أكتر، يعني مش عايزينك تدخلي الميدان أكتر من النقطة اللي أنت وصلت لها. أيوة صح. من وجهة نظرك هل نجح النظام المصري في التغطية على هذه الجريمة؟ أنا أفتكر نوعا ما أيوة، يعني خاصة بالنسبة للسياسيين. أنا بكلم مثلا عن هولندا، مع الأسف كمان الحكومة الجديدة يعني، أو نفس الحكومة عندنا دلوقتي يعني اللي كان من سنتين، هما خلوا يعني أو هما وافقوا تصدير السلاح على مصر من جديد يعني. وهما قرروا ده في نص الصيف، إنه البرلمان مش موجود يعني. مع الأسف الجديد المصريين بيعملوا جهود كتير عشان أفتكر ده بيساعد، بس يعني مهم إن صحفيين اللي عارفين مصر زيي يعني، حتى إن إحنا يعني مش ممكن ندخل تاني، وفي كتير زيي على فكرة يعني غربيين اللي مش ممكن إن كانوا لازم يهربوا، إن إحنا نجيب الحقيقة يعني. و خلاص إحنا يعني نكسر الجهود يعني.